السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم على قناة لمسة سعاد. اليوم عندي لكم أشهر حلوى في تركيا اللي هي راحة الحلقوم أو لقوم بالتركية. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. عندنا المقادير، عندنا جوج كؤوس ديال الدلح. أنا غادي نعمل نكهة الدلح هنايا، كأس لاروب ديال السكر ونص كأس ديال النشا، شوية الملحة وملعقة كبيرة ديال الماء الورد. كناخدو الدلاح كنعصروه ونصفيوه باش نحيدو منه داك الحبوب ديال الدلاح. ثم كنضيفو السكر، كنعملو فواحد كاسرونة وكنعملو السكر وكنعملو نص كاس ديال النشا. ويمكن لكم تبدلو الدلاح بالماء وفي ديك الساعة خصكم تزيدو كاس ونص ديال السكر، أولا بأي نكهة بغيتو، بالبرتقال على حسب الرغبة ديالكم. المهم كنعملو كلشي في كاسرونة وكنخلطوه مزيان عاد نوضعوهم على النار باش ما يبقاوش فيهم داك التكتلات ديال الدقيق وديال النشا والسكر. صافي كنعملوه على النار ونبقاو نحركوه، ما غاديش نحيدو يدنا على التحراك باش ما يلصقش من التحت. بما ان الدلاح اللون ديالو الاحمر ما غاديش نحتاج نعملو الملون هنايا، كيعطي اللون ديالو طبيعي وحتى المذاق ديالو رائع جدا. صافي هو ملي بقى يتجمع بهذه الطريقه هذه كتشوفوه كيتجمع، نتوما كتحركوا معاه يعني كتحركوا مزيان. كنضيفو هنايا، انا خديت الكركاع هرسته بطريقه صغيره شويه وبحجم كبير صغير ونخلطوه مع العناصر كلها مزيان. صافي وكنطفيو عليه. كناخذ واحد المول، اولا خديت هنا غير واحد مول بلاستيكي غطيته بالبابي سولفيغيزي باش يجينا سهل اننا نحيدوه، وكندهنوه بشويه ديال الزيت قبل ما نصبوا فيه هذا الخليط، ومن الافضل ما يكونش واسع بزاف باش يعطينا الحجم اللي بغينا يكون معتدل. صافي كنقدو الفوق كله مع بعضه يمكنكم تبدلوا القرقاع باللوز او الاكاجو. اولا تخليوه بلاش ولكن كيزيدوا المذاق. صافي كنخليوه حتى كيبرد، ما كيتعطرش بزاف، واحد ساعه جوج سوايع كيكون برد وتجمع، اولا تخليوه ليله كامله من الافضل. كنضربوا به بهذه الطريقه هذه باش كيتستوى. صافي كناخذوا واحد فين غادي نقطعوه، كنرشوه بالنشا وكنرشو حتى هو من الفوق بالنشا، يعني السطح ديالو كله غادي نرشوه بالنشا. هاد النشا يمكن لكم تزيدوا فيه شويه ديال السكر كلاصي اللي كتعجبو، مذاق السكر يكون عنده زايد. صافي كنقلبوه بهاد الشكل هذا، كنحيدو داك الورق ملي كندهنو كيجي سهل اننا نحيدوه. فعاوتاني كنعاودو نرشو من الفوق بالنشا. خصو يتغطى كلو بالنشا. كناخدو سكين يكون ماضي، كندهنو شوية ديال الزيت باش ما يلصقش، ونبقاو نقطعوه. كنعملو خطوط طوالين بهذه الطريقة. نحاولو يكونوا نفس القياس. ثم كنقطعو على العرض.
باش كنشكلو مربعات. حتى الى عملتوه بعصير البرتقال كيجي المذاق ديالو رائع. يمكن لكم تفندوه في الكوكو او الكوك، كيجي بشكل اخر وبمذاق اخر. صافي كناخذ كل وحده دابا كندهن كنغطسوها في النشا وكنحطوها. كنبقاو هيدا حتى كنفندوهم كاملين في النشا. وها راحت الحلقوم او لاقوم بالتركيه كيف ما كينطقوها هما، وجدت. كتجي رائعه ولذيذه، ما كنحتاجو فيها لا جيلاتين ولا مسكه حره غير بالاشياء اللي عندنا في الدار، وبمذاق ديال الدلاح اللي كيعطيها واحد المذاق رائع جدا. كنتمنى تنال الحليوه الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، وشكرا جزيلا.